اهلا حضراتكم مره تانية بعد الاستراحه. ده شكل الكيك اللي لسه مطلعينه حالا من الفرن قدام حضراتكم. شوفوا شكله جميل ازاي، ويعني ان شاء الله طعمه كمان يعجب حضراتكم. فكره ان احنا نخلط الجبنه القريش مع المكونات السائله كلها دي فكره جميله، بتدي طعم للكيك كله الحقيقه. والقالب اهو قدام حضراتكم الحمد لله مش لازق ولا حاجه، احنا دهنناه زيت زيتون ودخلناه الفرن بالطريقه اللي حضراتكم شفتوها. ان شاء الله تجربوها، ريحتها جايبه اخر الدنيا. الزعتر عامل شغل عادي برده مع مكونات اللي احنا حطيناها. طبعا الكيك ده زي ما اتفقنا يحتفظ بيه في الثلاجه، وقت ما ناكل منه نشيله في الثلاجه عشان زيه زي اي حاجه ممكن تفسد في الصيف. طيب هنعمل كيك سريع اتفقنا عليه على البوتاجاز ازاي، هنشوف دلوقتي. عندي كيك الموز، عندي موزتين او ثلاثه على حسب ما حضراتكم تحبوا، على قد الطاسه دي هيطلع كيك كويس يعني كويس. عندي 2 موزه، 2 معلقه من الزبده، 2 معلقه من السكر، عندي بيضه واحده، عندي ربع كوبايه سكر ثانيه في خليط الكيك وممكن نستغنى عنها لو انتم مش عايزين نسبه سكر زياده، ربع كوبايه من الزيت، نص كوبايه من اللبن، فانيليا، كوبايه ونص من الدقيق، معلقتين كبار من الكاكاو الخام، معلقه بيكنج باودر، رشه الملح. دي مكونات لطيفه جدا وعايزه اقول فوائدها كتير برضو. تعالوا بقى نقدم الاول الكيك بتاعتنا دي، لان الكيكة الموز دي برضو مهمه جدا، والموز كمان مهم. الموز فيه معادن كتير وبيقوي العظام وفيه نسبه بوتاسيوم عاليه، بينظم ضغط الدم بشكل كويس جدا، يعني بيحسن طبعا ضربات القلب وبيدي طاقه للجسم لانه فيه طاقه، فيه الياف وفيه فركتوز كمان، بينظم الدوره الدمويه وبيظبط جدا ضغط الدم. وخلينا نقول ان هو فيه نسبه عاليه من الميه، عشان كده يمكن الناس اللي عندها امساك بتاكل موز. طيب كمان هو مانع للانيميا، هو فيه فيتامين دي وفيتامين سي كمان وجي. هو مفيد قوي، يمكن يعني هو فيه طبعا مضادات للاكسده وكل حاجه، لكن هو عبقري الحقيقه الموز ده. عايزه اقول لكم بقى حاجه عن قشر الموز، مفيده لحضراتكم جدا. منين ما كنت اعمل ولادي موز، فاما اجي اقطع الموزه اعمل ايه؟ بعمل ماسك بقشر الموز. يعني ال القشره بتاعه الموز دي بتعالج الحبوب شويه وبتخلي البشره رائعه، يعني بيحارب التجاعيد لانه فيه كولاجين. بصوا هاخد كده قطعه، انا هوريكم بس ازاي هعمل، يعني لو قطعه صغيره انا مش هعمل كده بالظبط يعني، بس هاخدها كده وهعمل بشكل دائري كده على وشي كده 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 لمده 5 دقائق. لو استمريتوا عليه مش قادره اقول لكم، بيشيل رواسب البشره، وده لازم تكون على بشره نظيفه مغسوله ونظيف زي الميك اب ريموفر بالظبط. طيب بصوا كده هنقطع دول، فدي وبعدين مضاد فعلا بجد للشيخوخه، حقيقي بيفرق قوي لو استمرتوا عليه على طول واستخدمتوه هيبقى رائع بجد. بسم الله كده حتى لو مستويه مش مشكله، انا عايزه كده اهي. عايزه اقول لكم بقى ان اللي بيبقى مستوي ده كمان فوائده احسن واكتر. وبعدين بصوا بقى لو انتوا عايزين بديل للبيض، موزه زي دي تبقى بديله للبيض في اي كيك انتوا عاوزينه، تفاحيه بيوري، اي حاجه انتوا عايزينها خاصه ب بدائل للبيض هي الفاكهه البيوري او الفاكهه المسلوقه او المهروسه. هاخد كده معلقتين من السكر، مش عايزه كتير لان انا في الاخر السكر ده بيتكرمل، فمش عايزاه يغمق قوي لون الايه الموز بتاعي. تتكرمل بس كده، رص عليها الموزات دي اول مرحله. خلاص هاخد كده الموز، انا عايزه اقطع الموزه دي كده بالطول كده، خلاص. ودي كمان وهاخد دي كمان كده بالطول. بسم الله، بس عشان تاخد تملى القاع بتاع الايه البان او الطاسه اللي انا هشتغل فيها. هاخد من هنا زي ما حضراتكم شايفين كده اهو، خلاص. تعالوا بقى بصوا، بدا يدوب السكر، معلقتين بساط قوي. نسبه السكر اللي جوه الكيك ترجع لحضراتكم، كفايه في نسبه سكر كويسه في الموز. حطيت معلقتين صغيرين، معلقتين صغيرين من بتوع الشاي يعني اهو، بدا كده يدوب.
خليني بقى عشان ايه امسكهم كويس احطهم. عايزين وش الموزه لتحت اوكي، عايزين ظهرها لتحت براحتكم اللي انتوا عايزينه، انا هحط وشها كده. شايفين ازاي؟ اهو شايفين الريحة روعة. السكر بس مع الموز عامل كونتراست هايل. هاخد كده معلقتين من الزبدة بس، هسيبهم يسيحوا مع بعض. هي على النار كده، الريحه روعه. عايزه اقول لكم في موز كمان كنا بنعمله الاخضر ننزله في عجينه ويتقلي زي الفراوله، لما عملنا الفراوله كمان بتتقلي. حاجات كده جميله اللي بيتحط عليها سكر بودره وقرفه او صوص شوكليت جميل. يلا بقى نبدا في مقادير الكيك العادي. كيك عادي خالص، هجيب بوله كده كبيره وابدا اجمع مع حضراتكم المكونات. بسم الله. اول حاجه البيضه، اتاكد تمام ان البيض تمام عشان الصيف انا بخاف منه قوي يعني، بس في البيض عشان الحر. طيب هحط بيضه بسم الله معاها الفانيليا، شويه سكر مش كتير. بصوا خلاص، وهاخد كده ويسك نقلب الخليط ده مع بعض. هنزل بالزيت اثناء الايه تقليب مستمر، خيط كده بسم الله. لحد ما يبقى زي المستحلب كده، وبعدين اصب اللبن شويه شويه بسم الله. الريحه مش قادره اقول لكم على الجمال. عايز بقى يحط رشه قرفه هنا براحته، حاجه ترجع لكم برده. وهنزل هنا بقى المكونات الجافه. عندي البيكنج باودر، رشه الملح، الكاكاو الخام. ده لو انا عايزاه كيك بالشوكولاته. عايزه اقول لكم بقى الكاكاو الخام احنا اتفقنا ان فيه مضادات للاكسده وبيقوي الدماغ وبيحمي الاعصاب، واحنا اتكلمنا على فوائده الكتير، وبيبقى احسن شوكولاته نستخدمها هي اللي فيها نسبه الكاكاو 70%. بيحسن تدفق الدم جدا في الياف، بتحسن الاوعيه الدمويه والجهاز الهضمي. عايزه اقول لكم رائع، حتى المضاد للاكتئاب يعني. بنعمل منه ماسكات على فكره، ماسكات الشوكولاته دي رائعه. تعالوا كده ايه ناخد سباتيلا بسم الله نقلب الخليط. هنهدي النار بقى، النار هاديه خالص. اللي عايز يعملها على حراره مثلا في بخار، يعني حله فيها بخار او صينيه فيها بخار ونحط فيها بتاعه الكيك ممكن، وبرده بيتسوى على الحراره الجاف. شفتوا بقى الجمال، كيك سريع قوي لو حضراتكم عايزين تعملوه. طلع كيكه اي نعم مش هتطلع عاليه يعني بطريقه فظيعه، لكن هتطلع كيك حلو. في الموز هوريها لكم دلوقتي، هنستعرضها. بصوا عايز يحط شوكليت شيبس ممكن، رشة قرفة ممكن اهو. تعالوا بقى هنفرد كده. عندنا كيك كمان من الكيكات المحببه جدا، هنعمله دلوقتي مع بعض. بصوا بقى انا هديت النار خالص، بس
شايفين ازاي؟ هنسيبها بقى تتغطى. بصوا على نار هاديه هتطلع بالشكل اللي حضراتكم هتشوفوه. دي متساويه على البوتاجاز. هنا دي بس فيها نسبه سكر اكتر شويه في الكراميل، انا قللتها المره دي علشان حضراتكم تستمتعوا بيها. الكيك اللي بالموز اللي هي على يلا بينا. طيب نقطع حته كده من كيك الحادق. ماشي. بصوا كيك الحادق القمر ده. اوبا. خليني بس اقطع سخنه. بس ريحتها روعه. نقطع من هنا كمان حته كويسه. بسم الله. اهي. شايفين بقى باللحمه المفرومه، الفلفل، الالوان، الحركات، الزعتر، يعني من الكيكات الجميله. وزي ما قلت لحضراتكم سقعوها دي في الثلاجه، اللي عايز يسخن مايكرويف يسخن، اللي عايز ياكلها يعني بدرجه حراره اوكي، بس عشان احافظ ان فيها لحمه وفيها خضروات. وادي الكيك الثاني، لازم نغطي بقى على نار هاديه. انا هديت النار خالص. عملنا ايه النهارده؟ عملنا كيك الحادق اللي قدام حضراتكم اللي استعرضنا منه جزء وقطعنا منه حته دلوقتي، وهنقول مقاديره مره ثانيه. عندي كوبايه من الدقيق العادي، نص كوبايه من الدقيق الشوفان، ونقدر نخلط بين دقيق القمح ودقيق الشوفان. عندي اربع بيضات، وعندي نص كوبايه من الزيت، وعندي كوبايه من اللبن الرايب او الزبادي، عندي جبنه قريش، زعتر، سمسم، فلفل اخضر مفروم، وجبنه رومي، وزيتون مقطع، معلقه سكر، معلقه ملح، وعندي معلقه بيكنج باودر. دي المقادير. اخدت المقادير السايله كلها، اللبن والزيت والبيض والملح والفلفل والجبنه القريش وكل الحاجات الحلوه دي، ورحت ضربهم في الخلاط مع بعض، والمقادير قدام حضراتكم. بعد ما ضربتهم مع بعض بقى خليط سايل، خدت المكونات الجافه كلها خلطتها مع بعض، دقيق الشوفان ودقيق الابيض والزعتر، وحطيت عليهم كمان رشه الملح ومعلقه السكر والبيكنج باودر. قلبت كل الخليط ده مع بعضه، اضفت عليه الخليط السائل وقلبتهم. اي خضار انا عايزه اضيفه اديته تشويحه، لانه لو هو ني هيبقى سريع الفساد اكتر. لما بيتشوح او بيبقى مشوي بيدي طعم وبيعيش اكتر شويه كام يوم، والمفضل تبقى في الثلاجه. خلطت، انا كنت عامله خليط لحمه مفرومه كان باقي عندي مع شويه فلفل الوان والفلفل الاخضر الرومي، واضفته وقلبته بعد ما نشفت السوائل اللي فيه خالص، خليته خليط جاف، حطيته على خليط الكيك وقلبتهم كويس قوي. اخر حاجه ضفتها الزيتون ورشه الزعتر، ودخلتها في القالب، دهنته بزيت الزيتون، ورحت مدخلاه الفرن. اخذ حوالي 25 دقيقه، طلعت قدام حضراتكم قطعناها بالشكل ده. وعملنا كمان الكرات الطاقه اللي هي خاصه بالاطفال، لانه احنا محتاجين ندعمهم شويه الفتره دي في التمارين او حتى في الحياه العاديه. بلاش بقى الحاجات اللي هي ايه السويتس والحاجات اللي مش صحيه. فلو عندنا تمر او بلح، والبلح طبعا اتكلمنا عن فوائده، عملنا كرات الطاقه بالسمسم اللي هو يعني مخزن كالسيوم، غلفناها بيه، غلفناها بالفول السوداني، حطينا معاها شويه معلقه من الكاكاو الخام، حطينا جوز هند. قدرنا كمان ان احنا ممكن نغلفها بالشوكولاته الخام، وطبعا تستفيدوا باي نوع من التمر. ويفضل لو انتم مش عايزين تعجنوها كمعجون، خلوها التمر الطري متقطع بالسكينه ويتكور، وهيبقوا حاسين بيه وهيستمتعوا بيه جدا. دي كرات الطاقه. عملنا كمان الكيك السهل اللي احنا اتكلمنا عنه النهارده. هديت النار وعملت الكيك على البوتاجاز. بواقي من الموز، كيكه الموز، قطعت الموز بالعرض يعني بطوله كده، وخدت الشرايح حوالي 3 موزات حطيتهم في الطاسه بعد ما عملت كراميل حوالي معلقه سكر واحده، اديت بس يعني تدي طعم، ومعلقه زبده. وحطيت الموز، الدريحه كده وطعم خدوا ودوا مع بعض. وبعدين عملت خليط كيك عادي خالص بالكاكاو، اضفت المواد السايله وقلبتهم كلهم مع بعض، وبعدين اضفت كل المكونات الجافه مع بعض وقلبت كويس قوي. اللي عايز يضيف شوكليت شيبس يضيف، يعني ايه زي ما قطع شوكولاته تمام. سويتها على البوتاجاز، بس لازم تبقى نار هاديه عشان ما تتلسعش مني وتطلع بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. دي كانت وصفات حلقه النهارده. اتمنى يا رب ان هي يعني تنول اعجاب حضراتكم، واتمنى ان انا اكون قدمت الوصفات اللي طلبت مني وانا مع حضراتكم. يعني دايما اللي انتم عاوزينه من عيوني الاثنين ابعتوا لي على الصفحه الشخصيه شيف عظيمه حمدي العربي، كل حاجه تشوفوها ان شاء الله من خلال برنامجنا مهارات عظيمه.